حرب اكتوبر علمتني حاجه بقت حلقه في ودني. لما كنا على خط القناه كل المعطيات تقول ان صعب جدا ان لم يكن مستحيل ان احنا نقدر نقتحم القناه ديت. الدرس اللي اتعلمناه ان مفيش مستحيل ده خلاني دايما بأؤمن بهذا الكلام. وانا شخصيا الحدوته ديت هي اللي خلتني اشارك باي حاجه في مشروع مستشفى سرطان الاطفال. المستشفى ده بكل المعطيات ما كانش يطلع ولا يتعمل. الحلم بقى فعلا واقع وكل واحد دفع جنيه صنع هذا الصرح كبير. انا شايف ان المستشفى ده مش هيبقى بس عشان علاج، هيبقى فيه في مصر حاجه رمز ان احنا نقدر نعمل اي حاجه، نقدر نغير اي حاجه. وسيبقى الصرح ده شاهد في مصر ان ايد واحده مش ممكن تصنع اي شيء، انما ايدينا مع بعض ممكن نعمله قبضه حديديه. وماش حدوته السرطان والعلاج، دي حدوته الاراده المصريه الجميله. ابراهيم حجازي.